فيما يتعلق بالترويج السياحي للمدينة، في الحقيقة أنه قبل سنوات كان هناك تخوف حينما طرحت المشاريع كالدفتر أن هنا ستكون هناك منافسة شديدة لأكادير كالمركز. هذا التخوف طرح وكان فتح بشكل واحد نقاش عمومي كبير، لأن كانت تجارب في دول بحال هكا اللي داروا فيها ديستاسيون توريستيك قريبة للمدن اللي كانت فيها واحد العدد ديال الفنادق، الناس كيحبوا هاد ديستاسيون توريستيك على وسط المدينة لأن فيها يمكن راحة أكثر، ما فيهاش سيركيلاسيون كثيرة، وما بقاش كيجيو للمدينة إلا يزوروا بعض المواقع. ومدينة أكادير للأسف ماشي هي واحد المدينة اللي فيها مآثر تاريخية كثيرة، لأن يمكن أنها تكون عندها جاذبية بالنسبة للسواح، كما كتعرفوا أن واحد يلاه عندنا الشاطئ ما بيزيد عليها سوق الحد وزيد عليها أكادير وفلا، هادو هما بعض المواقع لأنه يمكن كتسقطو بالسياحة سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. الجامعة كطرف وكشريك في الترويج السياحي للمدينة خصو فر ما هو داخل في الاختصاصات ديالو، البنية التحتية توفر جودة الحياة في المدينة، تكون نظافة، توفر وسائل النقل العمومي. إذا هذه هما مجموعة ديال المسائل اللي أن الجماعة يمكن أن تخففهم وتوفرهم باش تكون واحد المدينة اللي هي في المستوى تكون مدينة جذابة. يضاف إلى ذلك أن مسألة الترويج السياحي هي ليست مرتبطة فقط بجامعة أكادير، ولكن كاين الجهة، كاين الجولة السياحة، وكاين وزارة السياحة. خص يكون قرار سياسي أن المدينة ترجع واحد الوجهة سياحية ويتم الترويج لها. فإلى آخر قريب كانت أكادير هي اللي كانت في المراتب المتقدمة بالنسبة للسياحة المدن السياحية في المغرب، قلبت الآية. كاينين مدن الآن اللي كتستقبلوا عدد السواح في المدينة، حتى أن السواح اللي كانوا كيجيو من أكادير كان سواح من مدينة خاصة من بعد الدول الاسكندنافية وألمانيا أكثر من دول برا. هذا الترويج ما خصش يكون فقط لمدينة أكادير، خصها نروجو للمدينة أكادير، خصنا نروجو لأغير كليين، راه كاينين مناطق محيطة بمدينة أكادير اللي خص أنها تعتنى بها باش تستقطب السواح، ماشي غير نهضرو على أكادير، لأن اللي غيجي مثلا الوزان إذا وتنام، اللي غيجي المناطق كل المواقع المغارة ديال تيمديوي، راه أكيد أنه غيستقطب في أكادير، ولكن كتعطيه واحد المنتوج اللي هو ماشي فقط داخل مدينة أكادير، ولكن حتى في الضواحي ديال المدينة. وهذا الشيء هو المعمول به في العدد ديال الدول اللي معروفه بالسياحه، اللي كتمشي لطوكيا، كتمشي ليونان، كتمشي لطايبون، فين ما مشيتي كتلقى انه كان مناطق اخرى اللي كتمشي لها هنا كتدور كتزورها. اذا خصنا وحنا الان راه كما قلت كاينه الجهه، كاينه المجلس الاقليمي، هادو اللي خص انه كلهم يكونوا شركاء فاعلين في الترويج ليس فقط في مدينه اكادير، ولكن حتى الاغلبيه ديال هاد المدينه. نمر لواحد النقطة اللي كتعلق بهذا الشيء ديال النقل داخل المدينة. انتوما كتعرفوا ملي كتمشي دابا غير المدن ديالنا، كتمشي لمدينة الرباط، البلاد واحد المناطق الشوارع اللي دايز فيهم الترام، كتلقى واحد الكولوار ما عندكش حتى فين توقف. علاش؟ لأن الناس كيزون اوبتي شحال هادي على أن هذاك النقل العمومي خص يدار، ولكن يكون عنده جودة ديالو ويكون فيه احترام للوقت. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.